تحبط إجراءات الرئيس تبون الإصلاحية الحركة الجزائري؟ في موجة البرد والصقيع اللاجئون وحدهم يدفعون الثمن. برنامج اليوم مع رؤى ريان ولين البديري. صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم. صباحك سعيد يا رين. صباحك خير يا رؤى. يعني خلينا نتكلم عن الفيتامينات اللي كنا دائما نسمع عنها أن هي تقوي المناعة. يعني أكثر من 200 مليون شخص إلى اليوم تلقوا لقاح كوفيد-19، وطبعا في هذا الوقت اللي تتسارع فيه عمليات التطعيم في العالم كله، نشوف أنه في صراع الأساسي اللي هو داير ما بين الدول والحكومات موضوع الحصول على جرعات كافية لتطعيم كافة المواطنين. لحين يعني تحصل كل الدول على لقاحات كافية، فإن أغلب الأشخاص صاروا بيعتمدوا على المضادات الطبيعية اللي كنا بنحكي عنها لمقاومة الفيروس، فيروس كورونا. طبعا ايش الفيتامينات اللي كانوا بيعتمدوها؟ فيتامين سي والزنك وغيرها من المكملات الغذائيه اللي تقوم على تقويه مناعه الجسم وحتى تساعده على تخطي المرض بالنسبه للمصابين. يعني مش بس هيك، كنا يعني اول ما نحس باعراض على طول نبلش نشتريهم، يعني بحكم انه كنا نفكر انهم بيساعدوا بالوقايه من فيروس كورونا، لكن هذا ما كنا نظنه يا رؤى. لكن دراسه حديثه كان لها وجهه نظر اخرى، كشفت تاثيرات مبالغ فيها لفيتامين سي والزنك بالتحديد على المصابين. كشفت الدراسة اللي نشرتها مجلة جاما نتورك أوبن ازدياد الأعراض لمجموعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا، خاصة الأعراض المتعلقة بالجهاز التنفسي، وذلك من ناحية حدة الأعراض ومدة الملازمة، بل ما تمت الملاحظة أن هذه المكملات قد تسبب بظهور مضاعفات صحية أخرى كالإسهال والغثيان وتشنجات المعدة. يعني في الآخر لين يعني يعد أو تعد هذه الفيتامينات مثلا فيتامين سي والزنك من العناصر الغذائية الهامة والتي قد تكون فعالة في مقاومة بعض أمراض الجهاز التنفسي، يعني مثلا زي نزلات البرد والإنفلونزا. فقد يساعد فيتامين جيم أو فيتامين سي على تقوية مناعة الجسم، بينما قد يساعد الزنك على تحسين قدرة الخلايا على مقاومة العدوى. ولكن هذه الفوائد لا تنطبق على فيروس كورونا، فبحسب الدراسات أنه أنت غير مضطر بالأساس أنك تشتري كل هالمكملات خلال فترة الحجر الصحي أو حتى خلال إصابتك. يعني ففي الأخير هي ما راح تساعدك على مقاومة المرض، وهذا بحسب الدراسة الأخيرة طبعا. والحقيقة أنه كل يوم إحنا قاعدين نكتشف معلومات جديدة تخص هذا الفيروس اللي حير العالم. نبدأ حلقتنا من الجزائر، فعلى وقع الحملة المركزة التي دعت إليها بقوة مواقع التواصل الاجتماعي ضمن هاشتاج خارج ومش خايف، عشية الذكرى الثانية لإطلاق فعاليات حراك 22 من فبراير الشعبي للعام 2019 في الجزائر. استبق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذكرى، وبالتالي أعلن سلسلة من الإصلاحات السياسية. الرئيس تبون قرر حل مجلس النواب قبل عام من الموعد المحدد لانقضاء دورته، ودعا إلى انتخابات مبكرة. وفي خطابه إلى الجزائريين قال تبون أنه يعني سيجري تعديلات حكومية في غضون 48 ساعة. لكن بعد قرارات تبون الإصلاحية، هل يبقى النزول إلى الشوارع عشية ذكرى 22 من فبراير بنفس الزخم من قبل الجزائريين، لسيما أنهم بانتظار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي وعد بها تبون بعد خلافة بوتفليقة؟ استبق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إحياء الذكرى الثانية لحراك 22 من فبراير الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأعلن سلسلة إصلاحات تغير المشهد السياسي بأكمله. فقد قرر تبون حل المجلس الشعبي الوطني الحالي والمرور مباشرة بانتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب كما قال، وأعلن تعديلا حكوميا في غضون 48 ساعة، إلى جانب إطلاقه سراح 60 محتجزا من حركة الاحتجاج التي أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في العام 2019.
صدى إصلاحات تبون في الشارع يمكن أن تحدد وجهة المتظاهرين المقبلة، في حين يمهد الكثير من الناشطين لعودة المظاهرات بمناسبة الذكرى الثانية لحراك 22 عبر دعوات أخذت أشكالا متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي. كان هناك نقاش كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الفضاء البديل الذي لجأ إليه الحراكيون من أجل النقاش حول مصير الحراك، حول الأفكار التي يمكن أن يطرحها الحراك، حول المبادرات السياسية التي طرحها الحراك منذ فبراير 2019. وبعد 11 شهرا من تعليق المظاهرات طوعيا بسبب أزمة كورونا، يتجه ناشطون إلى العودة للشارع، مؤكدين أن أبرز الأسباب هي غياب أفق سياسي وفشل القطاعات الحكومية وتعقد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الملاحقات القضائية ضد الناشطين. وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الشارع هو الحل للخروج من الأزمات، تتجه مكونات سياسية أخرى إلى الحوار عبر المشاورات مع السلطة لإيجاد توافق يسبق أي عملية سياسية ولتجسيد مطالب الحراك الشعبي. وقد خرج مئات المتظاهرين بمسيرة في مدينة خراطة مهد احتجاجات 2019 لإحياء الحراك الشعبي، وهي المدينة التي تجمع فيها آلاف الجزائريين في 16 من فبراير 2019، ودعوا خلالها إلى تغيير سياسي شامل ورحيل كلي للنظام القائم. إذن تعالوا نتعرف على أهم الأحداث التي وقعت في 22 من فبراير 2019. بداية، نجح الحراك في دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم استقالته في 2 من شهر إبريل 2019 تطبيقا للمادة 102 من الدستور التي تسمح بإقالة الرئيس بسبب اعتلال صحته. وبعد أن رفعوا في بداية الاحتجاجات لافتات كتب عليها لا للعهدة الخامسة رفضا لترشيحه لولاية رئاسية خامسة، وحافظت المظاهرات على زخمها ففككت النظام وأجبرت كافة رموزه على الرحيل، وسجنت عددا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، ومنهم الشقيق الأصغر للرئيس بوتفليقة ورئيس جهاز المخابرات لمدة 25 عاما ومنسق جهاز الاستعلامات السابق. وفي الثاني في 12 من شهر ديسمبر 2019 فاز رئيس الحكومة الجزائرية السابق عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 58% من إجمالي أصوات الناخبين، وتزامن إعلان النتائج مع انطلاق الجمعة 43 من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير. ولم تمنع الوعود التي قطعها الرئيس تبون من استمرار مسيرات سلمية في معظم المحافظات في الجزائر من أجل إطلاق سراح ناشطي الحراك الشعبي من السجون، ولكن تعامل الشرطة العنيف وقمع المظاهرات اعتبره كثيرون استمرارا لسياسات الأمن السابقة اتجاه الحراك الشعبي. إذن استعدادنا لإحياء الذكرى الثانية لانطلاق فعاليات حراك 22 من فبراير في الجزائر، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ خارج مش خايف، وقد غرد إسحاق متحمسا ومعتبرا أن الانتفاضة الشعبية يجب دعمها في العاصمة خصوصا وكل الولايات الجزائرية، قائلا: بعد تسونامي خراطة حان الآن دور العاصمة وما جاورها من الولايات، لا يجب تفويت هذه الانتفاضة من خراطة، ويجب دعمها في العاصمة خاصة وكل الولايات العامة. أما أميرة فتغرد وتقول: صور وفيديوهات تشرح الصدر وتسعد القلب من خراطة البداية، ولا عزاء لأعداء الحراك. عبدو غرد قائلا: في المعركة بين الحق والباطل لا يوجد صلح دائم، أو كما يقال سينصلح الحال، إما أن يسود الحق ويفرض نفسه فينصلح الحال، أو يسود الباطل فيزداد الشر. ماريو ينتقد ويغرد قائلا: البرلمان الذي صادق على كل شيء وحتى ذهب إلى مطالبة الحكومة بفرض المزيد من الضرائب على الشعب، ها هو اليوم يثمن قرار حله من طرف الرئيس المعين بسبب أنه لا يريد برلمان شكارة يصفهم بالفساد واللاشرعيين، وهم يثمنون تراجيديا كوني.
رؤى، بما أنه إحنا عم نتحدث عن موقع التواصل الاجتماعي، هاي الحملات الإلكترونية أظهرت نوع جديد من الحراك، يعني خلتنا نسلط الضوء عليه. فمع تزايد الحملات الإلكترونية اللي تدعو للتظاهر، بدأت هذه الأشكال الجديدة تبرز في الفترة الأخيرة بالتحديد في الجزائر. ظهرت مجموعة من الشبان في مسيرات تنطلق في مناطقهم الداخلية إلى الجزائر العاصمة، ويقول مراقبون أن عوامل عدة تدفع الشبان إلى هذا النوع الاحتجاجي الجديد، منها التعتيم الإعلامي على قضاياهم وعدم تناول القنوات التلفزيونية بما فيها الرسمية لتلك المظاهرات لكونها في ولايات داخلية. بعيدا عن المظاهرات بشكلها المعروف، شعارات وهتافات ومطالب سياسية، اختار هؤلاء الشبان من ولاية ورقلة جنوبي الجزائر السير على الأقدام نحو العاصمة، تعبيرا عن رفضهم للواقع المعيشي وللمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية. وبإذن الله السميع العليم رايحين نجيبوا حقنا من الوزارة، ما لقينا حتى واحد يسمع لنا الانشغالات نتاعنا. بعد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، فضلت مجموعات من الشبان من مختلف المدن أن تحتشد في مسيرات لمسافات طويلة باتجاه العاصمة كأسلوب احتجاجي جديد لنقل مطالب اجتماعية تخص العمل والتنمية والبنى التحتية في مدنهم إلى المسؤولين المركزيين في العاصمة الجزائرية. يوفر الحاجة السلمية للاحتجاج، وفي نفس الوقت يوفر المسافة الزمنية الكافية، لأنه الانتقال من بين الولايات يتطلب عدة أيام، وهذا ما يوفر حجم زمني كافر للتعبير عن المطالب، خاصة المطالب السوسيو اقتصادية، وهي لمسة مطالب سياسية أو بالتالي تحتاج إلى لفت الانتباه، وفي نفس الوقت تضمن حضور المحتج. مع تصاعد المطالب الاجتماعية في الجزائر، خصوصا بعد الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا، تحاول بعض الأحزاب السياسية نقل مطالب سكان المدن الداخلية إلى الرئاسة في ظل انفتاحها على الحوار مع مختلف المكونات السياسية. ما يمكنش أننا نتجاهلوها، لأن تعرف أنت المشاكل الاجتماعية والمطالب الاجتماعية عندها حلول سياسية، يعني لازم تكون عندها، من إعادة بناء تركيبة الاقتصادية، إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري. فكل هذه المطالب هي في قلب المطالب الجيل الجديد، والصوت هذا لحقه هو حلولها موجودة في برنامج الجيل الجديد في الحقيقة. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أولى اهتماما بما يسميها مناطق الظل في برنامجه، ووجه المسؤولين لدعم التنمية في تلك المناطق التي تعاني من نقائص عدة. ويعتقد سكان المناطق الداخلية في الجزائر أن كل الأساليب الاحتجاجية التي نفذت في المدن والبلدات للمطالبة بالتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية لا تحقق غاياتها، وهو ما دفعهم إلى التفكير في نقل مطالبهم واحتجاجاتهم إلى العاصمة. نريم قداش، الحرة، الجزائر. نتابع الموضوع أكثر مع الناشط الجزائري الأستاذ حمزة بركاني. مرحبا بك معنا أستاذ حمزة. يعني أبدأ معك، أنه تحديدا من التعديل، ولو كان كما يعني تم وصفه بالبسيط، لتشكيلة حكومية من قبل الرئيس تبون تشمل 6 حقائب وزارية مع تقليص عدد الدوائر الوزارية، يعني هل هذه الخطوة من شأنها أن ترضي الثوار وبالتالي تفتح باب لإنفراج سياسي لاحق؟ في الحقيقة إن كانت منظومة الحكم بكاملها لا ترضي أحدا، وخصوصا العارفين بخبايا أنظمة الحكم والسلطات والحكومات المتعاقبة على الجزائر منذ 6 عقود، فكيف يكون هناك رضا عن الحكومة الجديدة والتي كان أصلا التغيير أو التعديل عليها باهتا وضعيفا جدا، وتقريبا لا يذكر التعديل، مس وزارات ثانوية ومس بعض، دمج وزارتين في وزارة ورقى وزارة منتدبة إلى وزارة كاملة الصلاحيات. يعني بالنسبة للحراك وبالنسبة لنا كنشطاء أو كمناضلين في الميدان فهو لا حدث.
لكن أستاذ حمزة، يعني هناك خطوات إصلاحية أخرى قام بها الرئيس تبون استباقا للتحركات الشعبية اليوم، هي حل البرلمان، تعديل وزاري آخر، إفراج عن معتقلين. يعني ألا تعتقد أنه الرئيس تبون يحاول ويواصل الإصلاحات أم أنه سوف يتوقف عند هذه الخطوات؟ في الحقيقة حتى وإن كانت له صلاحيات إمبراطورية في الدستور الأخير أو الدستور الذي ورثه عن بوتفليقة ثم عدله، لأنه هو دستور 2016، لن يستطيع القيام بالكثير غير بعض اللمسات الطفيفة، تنظيم انتخابات من هنا أو تنظيم استفتاء من هنا، تعديل دستوري من هنا، تعديل حكومي آخر من هناك. لب المشكل هو أنه هذا النظام الحاكم المنقوص الشرعية مرفوض من الجميع، وخصوصا من النخبة ومن السياسيين ومن المناضلين وأيضا من الحراك الشعبي. لماذا؟ لأنهم فشلوا على كل الأصعدة. هذه الأسطوانة التي يروجون لها سمعنا منها كثيرا، وخصوصا أواخر عقدين من حكم بوتفليقة. لب المشكل وجوهر المشكل يبقى قائما. التغيير يجب أن يكون جذريا، يجب أن يذهب هذا النظام ويتفاوض على طريقة ما لرحيله وتسليم المشعل حقا لناس أكفاء وأكاديميين وشباب. لكن أستاذ حمزة، يعني بالإصلاحات الضرورية، ما هو التغيير الجذري الذي تقصدونه؟ يعني الناظر للحراك الجزائري من بعيد يرى أن هناك إصلاحات جديدة يحاول أن يقوم بها الرئيس تبون، آخرها كان الإفراج عن 35 على الأقل من معتقلي الحراك خلال 24 ساعة ماضية بموجب عفو أصدره الرئيس. يعني ماذا تقصد بالتغيير الجذري؟ شوفي سيدتي الكريمة، إذا تحدثنا عن معتقلي الرأي والحراك عددهم في السجن 70 وخارج السجن، يعني الذين يحاكمون ويستجوبون ويستنطقون أيضا بالعشرات، هذا من جهة. من جهة أخرى المشكل أعمق أيضا، لأنه هناك 160 معتقل سياسي منذ التسعينات، تحدثت عنهم قناتكم الموقرة في روبورتاج منذ أشهر، لم يستفيدوا من أي عفو. المظلوم أو الناشط أو الصحفي أو المدون لا يحتاج إلى عفو لأنه ليس مجرما، بل يحتاج إلى اعتذار وإلى رد الاعتبار وإلى تكريم. أما إن تحدثنا عن ماهية التغيير أو التغيير الذي يقصده الكثيرون النقاد المتابعون أو المتخصصون، إذا رأينا خصوصا تجارب الدول في الانتقال الديمقراطي، ما يساعد الجزائر كجمهورية فهي ليست مملكة أو سلطنة، هو قيام دولة مؤسسات مدنية لا يتدخل العسكر فيها بالسياسة، يتساوى فيها الجميع أمام القانون، وتكون هناك عدالة اجتماعية حقيقية، مشاريع تنموية حقيقية، إطلاق قطار الاقتصاد والفلاحة والزراعة والصناعة والسياحة، أخلقت قطاع التربية، إصلاح المنظومة الصحية المهترئة أو التي نقول تقريبا هي شبه غائبة. الناس يتعالجون تقريبا عند الخواص ويتعالجون في الخارج بالنسبة للحالات المستعصية. انهيار في القدرة الشرائية، انهيار في قيمة الدينار، مشاكل اجتماعية ومالية واقتصادية خانقة، العشرات من النقابات تهتف دوريا بمطالب عمالية وحقوق مشروعة، لا يوجد من يستجيب لها، لا يوجد من يستمع إلينا. الناس تتعامل مع الملموس، إن كان هذا الخطاب الخشبي الذي يوجهونه يعني لنا المطالب كل مرة، ليست هذا مهرجان فقط، هذه حملة انتخابية، هذا يعني هنالك أيضا جزء كبير منها المشاكل اجتماعي أعمق. نعم،
يعني لكن دعني أسألك سؤال هنا أستاذ أغلب حمزة. المشاكل الاجتماعية واقتصادية. بما أنه نتحدث عن جملة من بما أنه إحنا عم نتحدث عن جملة من المطالبات الشعبية سواء كان سياسية اقتصادية اجتماعية، لكن كما نرى أن السلطات استبقت المظاهرات واستجابت لمطالبها بعيدا عن القمع من قبلها، ما هي خطواتكم المقبلة وهل تنتظرون تحقيق وعود معينة يعني لعدم النزول مجددا إلى الميادين؟ أنا عن نفسي كنت أتمنى النزول بعد زوال جائحة كورونا نهائيا، لكن أنا أمثل نفسي فقط، لا أمثل أحدا ولا أمثل أي طائفة أو جماعة أو حزب سياسي، لكن الناس أو أغلب المدونين والمعارضين والمناضلين الميدانيين لهم رأي آخر، يعني إذا لم نرجع قالوا جميعا بصوت واحد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم نرجع يوم 22 فيفري، إذا لم نرجع بالذكرى الثانية للحراك فإننا ربما لن نستطيع الرجوع مرة أخرى، يعني استغلال الزخم الشعبي، استغلال الذكرى تاريخيا، يعني هذا 22 فيفري لم يحدث في تاريخ الجزائر ربما مرة أو مرتين مثل 5 أكتوبر 88. بالنسبة لأغلب المطالب، أغلب مطالب الناس هي اجتماعية واقتصادية، لكن تحتاج لحلول سياسية. إن كانت نية النظام السياسي في الإصلاح فإنه يقوم بحلول جذرية وليس مجرد ترقيعات. بالفعل يعني سنبقى بالقرب منكم لمتابعة الحدث، لكن نشكر وجودك الآن الناشط الجزائري حمزة بركاني، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل نتابع العواصف تضرب المنطقة العربية واللاجئون يواجهون التقلبات الجوية وحدهم، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تحذر المراصد الجوية وهيئات الطقس في منطقة بلاد الشام والعراق من تعرض المنطقة لمنخفضات جوية وأيضا تقلبات في الطقس حتى نهاية الشهر الجاري. هيئات الرصد توضح أنه لا يمكن التنبؤ من الآن بقوة المنخفضات الجوية القادمة، وأيضا وضحت أنه فرص تراكم الثلوج وهطول الأمطار سيكون غزيرا تبقى من الأشياء الواردة. صحيح رؤى، لكن يعني بالحديث عن هذا الموضوع في هذه الأثناء حذرت مفوضية الشؤون أو مفوضية شؤون اللاجئين والجهات الداعمة للمخيمات في هذه الدول من تدهور أوضاع اللاجئين والنازحين في فصل الشتاء، وخاصة خلال المنخفضات في تراجع الدعم المقدم لهم. يقدر أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار بنحو 5.5 مليون لاجئ مسجلين لدى المفوضية، بالإضافة إلى نحو 2.1 مليون نازح يسكنون في الخيام بحسب فريق منسقو الاستجابة في الشمال السوري. يتوزع النازحون كما نرى هنا على نحو 1293 مخيما، من بينها 282 مخيما عشوائيا في الشمال السوري. عندما نتحدث عن مخيمات عشوائية فهذا يعني أنها في الغالب لا تحصل على أي دعم أو حتى مساعدات إنسانية أممية. وحول أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار، أفادت المفوضية في أحدث تقاريرها أن 9 أسر سورية من أصل 10 أسر تقطن في مخيمات لبنان وتعاني من فقر مدقع. إذن خلينا نأخذ هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. ينضم لنا محمد الحواري الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن. أهلا وسهلا بك سيد محمد. يعني ما زال اللاجئون يعانون من تبعات وأثار المنخفض السابق، كيف يعني تستعد المخيمات هذه الفترة للمنخفضات القادمة؟ صباح الخير. هو ننقسم إلى شقين في جملتك. ما يعانوه من المنخفضات السابقة على مدى السنوات الطويلة، وما هي الاستعدادات داخل المخيمات. نعم. الاستعدادات داخل المخيمات إذا تكلمنا من الناحية التقنية في داخل الأردن، المخيمات الموجودة حاليا الرسمية هي تحتوي على بنية تحتية للصرف المطري، وأيضا تم ترميم المآوي لأشياء المساكن في داخل مخيم الزعتري بحيث أنه شمل المشروع هذا العام 1000 مأوى. لكن نتكلم عن الواقع الحقيقي.
هذه المأوي خصصت من سنتين إلى 5 سنوات كحد أقصى للتحمل. اليوم هذه الأماكن مسكونة منذ أكثر من 8 سنوات، وهذا شتاء يتلو شتاء، بالتالي مهما ما كانت هي لا تتحمل، حتى وأن تمت صيانتها فهي بالتأكيد لن تكون بالمكان المناسب لأن تعيش بليالي آمنة، تحديدا في الليالي الماطرة والشتاء البارد. أما بالنسبة لما يعانون اللاجئون من آثار هذه المنخفضات، هو حقيقة أمر يعني صعب عليهم. عندما تسأل أحدهم إيش رأيك في فصل الشتاء، بيقول لك بكل بساطة هو فصل مرعب بالنسبة لي، لأنه فقط فتح باب المنزل المنطقة الخارجية كلها من الطين. داخل المنزل أنت يجب أن تلتفي بمجموعة من البطانيات حتى تستطيع الشعور بشيء من الدفء. لا توجد حتى وإن كان هناك وسائل للتدفئة، فمكان الغرفة لا يحتوي هذا الدفء، بالإضافة إلى أن التدفئة ليست بتلك الصحية. عندما تستخدمي الغاز في غرفة مغلقة أكيد النفس لن يكون بشكل جيد، والرطوبة ستكون نسبتها عالية. يعني بحقيقة مهما ما تكلمنا بالأمر التقني، أن هناك من الاستعدادات والاستجابة وإمكانية وصول جهات الإسعاف، ومشكورة الدول المستضيفة، على سبيل المثال هنا في الأردن قدمت كل الخدمات الممكنة، لكن يبقى فصل الشتاء والمنخفضات أمر فعلا مرعب ومقلق لهذه الفئة. طيب اسمح لي كمان أسألك سيد محمد، بما أنك ذكرت أن هناك فئتان يعني يعانوا من هذا المنخفض الجوي، زي ما ذكرت هناك يعني من فقدوا بالأساس خيامهم ومكن الإيواء الخاصة بهم، يعني في هذا العام يعني كيف سيكون حالهم؟ في المخيمات المهيئة دائما في مراكز إيواء خاصة للأزمات، هي بتكون مخصصة مثلا في الأوقات العادية للبرامج الاجتماعية أو للثقافية أو الرياضية وغيرها، تتحول إلى أماكن لإنقاذ الأسر من تتعرض أماكن سكنهم لأي نوع من أنواع الدمار. الحمد لله لم تسجل أي حالات في داخل الأردن، لكن للأسف في المناطق الثانية، ومثل ما تفضلتم في التقرير، من هم على الحدود أو لم يصلوا إلى مرحلة بر أمان في مرحلة انتقال من دولة إلى دولة، أو يبحثوا عن مكان إلى مكان آمن، وهذا ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل أيضا في مناطق أوروبية. هؤلاء حقيقة من هم يعانون بشكل حقيقي، من هم يختبئون خلف الأغطية البلاستيكية في المناطق الغير مؤهلة وغير مستعدة. لكن اليوم بالرغم أن النسبة كبيرة، لكن هي أقل بكثير مما كانت عليه بالسابق ممن لم يكن لهم مكان صالح للسكنة. لكن بعيدا عن فكرة المخيم، لننتقل إلى من هم يسكنون في داخل القرى والمدن. هم ليسوا أحسن حال. قبل أزمة كورونا كانت نسبة الفقر تعدت 85%، أما اليوم النسبة غير معروفة بسبب الفقر الكبير جدا. أكثر من 41% من اللاجئين داخل الأردن الذين لديهم وظائف فقدوا وظائفهم، بالإضافة أن المسح اللي أجريناه ميدانيا في منتصف العام الماضي، أي يعني الآن قريبا سيمر عليه سنة، كان أكثر من 90% من اللاجئين لا يوجد لديهم مدخرات، فبالتالي اليوم نسبة الفقر كبيرة. هل هناك إمكانية أن يكونوا مستعدين للشتاء حتى مع المساعدات النقدية للشتاء؟ هذا هو الأمر الصعب، لأنه عندما تأتيك المساعدة أنت عندك ديون سابقة، هناك إيجار للمنزل، فواتير كهرباء متراكمة، مكان السكنة في أصله اللي أنت مستأجر ولكن يعني ساكنة فيه يعني هذا لما تأتي المساعدة، ولكن يعني في ظل تراجع الدعم أصلا وتوقف بعض المساعدات، كيف يمكن تأمين يعني المعونات للاجئين أساسا، أو حتى زي ما ذكرت قبل شوي يعني إذا كانوا سكان القرى هم مش أحسن حال من اللاجئين؟ والله للأسف نحن موضوع المخصصات للمساعدات الإنسانية في جميع الدول المانحة اختلفت نسبته ونقصت، وهذه هي مشكلة حقيقية، إنه الأزمات ما زالت مستمرة، ما زالت تصدر لاجئين ونازحين، لم تتوقف المنطقة من التوتر، و في نفس الوقت خفضت المساعدات المقدمة للاستجابة لهذه الأزمات. هي المشكلة الحقيقية أني بتواجه اليوم عجز في تقديم بعض الخدمات، تحديدا الخدمات الطبية. عندما يكون في داخل الأردن 80 مليون دولار هو
العجز الموجود في العام الماضي لقطاع الصحة، فأنت بتكوني أمام خيار صعب ما بين هل أستطيع وضع هذا المبلغ المالي لعلاج هذا الإنسان وإنقاذ حياته، أو صرفه لإنسان آخر هو سيموت بالفعل. فأمر الخيار ما بين الحياة والموت. طيب أستاذ محمد، أنا يعني معي ليس بسهل على العاملين، وقت ضيق، ولكن يجب أن أسأل هذا السؤال. في كل سنة يتكرر المشهد، إذن ما المطلوب من المجتمعات المحلية حتى المضيفة للاجئين والمجتمع الدولي حتى أنهم يعني يشكلوا دعم أو حماية للاجئين؟ التشاركية هي الحل الحقيقي. التشاركية بمعنى أن نساند الدول المستضيفة حتى تستطيع الاستمرار في استضافتها للاجئين. والتشاركية هنا تعني ليست فقط الحكومات من الدول المانحة، بل أيضا قطاعات شركات القطاع الخاص، وأيضا على مستوى الأفراد مني ومنك ومنكم حتى كوسائل إعلام. يجب أن يكون في تشاركية شاملة لإيصال هذه القضية ومتابعتها والمساهمة بكل ما هو يمكن لاندماج اللاجئين في المجتمعات حتى يصبحوا منتجين وليس فقط معتمدين على المساعدات، وهذا الذي نبحث عنه. وهناك أمر مهم جدا، يجب أن تقف هذه الأزمات حتى يبدأ اللاجئون بالشعور بالاستقرار ويوما ما يعودوا إلى أوطانهم بأمان وكرامة، وتنتهي هذه الأزمة، لأن استمرارها، واليوم نحن على أبواب السنة العاشرة من الأزمة السورية، أي جيل كامل ولد خارج وطنه وعاش بعيدا عن مكانه الآمن. نعم، أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار الأستاذ محمد الحواري، الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن. شكرا جزيلا لكم. بما أننا كنا قاعدين نتكلم عن سوريا واللاجئين من سوريا، الآن نتجه إلى سوريا، ولكن هذه المرة حنتكلم عن الوضع السوري. أتت الحرب يعني على أوقدت على كل شيء، يعني وضع الكنائس كان مختلف في شمال سوريا، وهي أيضا ليست بأحسن حال في من طبعا سكان تلك المناطق التي كانت أصلا خاضعة لحكم داعش. داعش دمروا البشر والحجر، حتى الكنائس التي لم يدخلها التنظيم هي الأخرى يعني لم تعد تصلح لإقامة الصلوات وأيضا القداس. فبعد أن يعني أصبحت على خط التماس بين أطراف النزاع في سوريا، خلونا نتابع هذا التقرير. ناقوس أم نينوس يكسر صمت قرية تلبالوعة التي هجرها أهلها بعد هجوم مسلحي داعش على القرى الآشورية أواخر شباط فبراير عام 2015. نفضت أم نينوس الركام من أرجاء كنيسة مارق رياقس على أمل أن تكون الكنيسة عنوان لقائها بولديها اللذين فقدا خلال سنوات الحرب. أقول يا رب بس بس يرجعوا بخير السلامة، ما بدي شيء، بس يرجعون قربان هالمرق شمعون مرق رياقو، ما بدي شيء منهم، بس اسمع صوتهم بس. خيط الأمل لم ينقطع لدى هذه السيدة رغم الواقع الأليم الذي تعيشه 33 قرية آشورية في ريف مدينة تل تمر السورية. فكنائس قرى تل طال وتل هرمز وتل شامران وتل جزيرة وغيرها من الكنائس التي دمرها مقاتلو داعش ترسم الحزن على وجوه أبناء الخابور. حتى الكنائس التي لم يدخلها التنظيم هي الأخرى لم تعد تصلح لإقامة القداس والصلوات فيها بعد أن أصبحت على خط التماس بين أطراف النزاع في سوريا. فتقوم قوات المجلس العسكري السوراني اليوم بحماية الكنائس الباقية تحت سيطرة قواتنا في على خطوط جبهة التماس التي تتعرض في كل حين إلى التهديدات التركية والفصائل المرتزقة التابعة لها التي لا تفرق بين مدنيا أو عسكري أو بين أهداف مقدسة أو مدنية. عجلة الحياة توقفت في القرى الآشورية ولا أمل بعودة من هاجر إلى خارج البلاد بحثا عن الأمان بعيدا عن إرهاب مقاتلي داعش الذين خطفوا 243 آشوريا وأجبروا كنيسة المشرق على دفع الفدية للإفراج عن الرهائن. الأحزاب الآشورية تطالب بدعم دولي لإعادة ثمانية كنائس دمرت بالكامل
بالإضافة إلى 7 كنائس دمرت جزئيا. ركام الكنائس التي دمرها مسلحو داعش قبل 6 سنوات لا زال على حاله، إذ لا توجد أي بوادر لإعادة إعمار كنيسة السيدة العذراء هنا في قرية طلنصري وغيرها من القرى الآشورية في ريف تلتمر. فمستوى الأمان المطلوب لعودة نحو 7000 آشوري مما نزحوا من ضفاف الخابور لم يتوفر بعد. هيبار عثمان، الحرة، من ريف تلتمر شمال سوريا. تداعيات الجائحة الصحية تتفاعل وتستمر في التأثير على كل جوانب الحياة، ففي إطار التحضير للدورة 5 لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، قرر المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا تخصيص جلسته التي ستعقد في 22 فبراير لبحث مستويات التلوث البيئي وارتفاعها في ظل الجائحة. بالفعل لين، يعني الدول العربية المشاركة في اجتماعات غرب آسيا للبيئة ستبحث عن سبل للحد من التلوث وتحسين إدارة النفايات، وخاصة التعامل مع أطنان النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن الجائحة الصحية، وأيضا كيفية التخلص منها والتعامل معها دون مضاعفة أي مضاعفة ممكن أن تسبب تلوث بيئي، طبعا التي سجلت مؤخرا مستويات عالية في عدد من دول المناطق المختلفة، أبرزها لبنان الذي يحتل المرتبة 5 عالميا. نتابع التقرير. من بوابة الجائحة تعود أزمة النفايات لتصدر ملف أزمات لبنان، وتضاف إليها أزمة تلوث المياه وخاصة النهر الليطاني الأطول في البلاد، وفوق كل ذلك تتراكم نفايات طبية خطرة من مخلفات الجائحة ليزداد المشهد تعقيداً، حيث تنتج المستشفيات في لبنان نحو 9 إلى 12 طنا من النفايات الطبية يوميا بحسب بيانات جمعية أخكانسيال، ولكن الجمعية التي تقوم بجمع نفايات المراكز الطبية اشتكت مرارا من تكدس مخازنها ووصولها لطاقتها الاستيعابية القصوى في ظل إغلاق المطامر وعدم إيجاد بديل للتخلص من النفايات. هذه النفايات الطبية وغيرها من نفايات لبنان تشكل عاملا أساسيا للتلوث في هذا البلد الصغير الذي يسجل نسبة تلوث تبلغ نحو 87%، ليحتل المرتبة 5 على مؤشر التلوث البيئي عالميا وفق بيانات موقع نومبيو البيئي. وهنا يجدد نشطاء البيئة تساؤلاتهم حول إمكانية لبنان العاجز عن إدارة النفايات العضوية والبلاستيكية بالتعامل مع ملف النفايات الطبية الخطرة والتي من شأنها أن تضاعف أزماته. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور محمد سلامة، أستاذ مشروعات البيئة المستدامة. مرحبا بك معنا دكتور محمد. أبدأ معك، أنه الاجتماع سيناقش ملفات بيئية مختلفة، لكن ما هي أبرز أزمات دول غرب آسيا وخاصة العربية بالتحديد في مجال البيئة؟ اهلا وسهلا بيكي وصباح الخير عليك وعلى متابعينك. الدول العربيه وبالذات بنتكلم على دول اللي ما يسمى ب ويست ايشيا او غرب اسيا، هي الحقيقه ما يجبش ان احنا نبص لها كوحده واحده، هي في بينها تباين كبير، تباين في الظروف الاقتصاديه، في الظروف الجيوسياسيه. هذه التباينات بتخلي التحديات البيئيه مختلفه. لما نبص للتحديات البيئيه في مثلا نتيجه بعض الصراعات في سوريا، في اليمن، في قبل كده كان في العراق، بنجدها مختلفه تماما. مؤخرا لبنان، التقرير اللي ساعتك اشرت اليه، التحديات البيئيه بتندرج من طبعا النفايات، وده موضوع كبير جدا وادارته، الدول اللي اقتصادياتها افضل شويه النهارده خدت خطوات جيدة في مجال الاقتصاد الأخضر وفي الاقتصاد الأزرق اللي هو المحافظة على البحار والمجاري المائية. في كمان يعني الكورونا أو الكوفيد كان يعني سبب تحديات شديدة جدا على مستوى الأفراد، بس على المستوى كمان البيئة. طب دكتور محمد، لو خصصنا الحديث في هذا السؤال عن النفايات الطبية، يعني كيف يتم التعامل معها بالتحديد في الدول العربية؟ يعني كيف بتم إدارتها خاصة في ظل أزمة كورونا؟
خلينا نقول ان النفايات الطبيه بتندرج يعني بيقسموها الى حوالي 8 اقسام. في نفايات اللي هي الحاجات المعديه، في نفايات الباثولوجيكال اللي هي الاعضاء او التيشوز انسجه الجسم وخلافه، في المواد اللي هي الحاده زي الحقن والمواد ادوات الجراحه، في المخلفات الكيميائيه، في المواد المشعه من علاج الامراض الخطيره والسرطانات، في الادويه المنتهيه صلاحيتها، في المخلفات العاديه اللي هي البلاستيك الورق وخلافه. فالمخلفات الطبيه في العادي في الامور العاديه في الاحوال العاديه كانت بتكون 15% ما نسميها النفايات الخطره، و85% هي المخلفات العادية اللي بتندرج تحت ما يسمى مخلفات البلديات زي اللي هي القمامة والنفايات العادية اللي بتخرج من الأحياء السكنية وخلافه. اللي حصل إن تحت جائحة الكورونا شهدنا تباين غريب جدا، يعني مثلا في النفايات العادية في انخفاض بحوالي 57 في دراسة عملت باليابان، وطبعا البيانات بالنسبة للدول للمنطقة عندنا مش بنفس الحداثة، ولكن دراسة عملت مؤخرا باليابان لقوا 57% انخفاض في مخلفات المباني الإدارية والتجارية وخلافه، ولكن في 110 زيادة في نفايات المنازل. في المستشفيات والنفايات الطبية الزيادات الدراسات من دول مختلفة المتوسط 500% زيادة في النفايات الطبية، رقم مفزع جدا، خصوصا ان النفايات الطبيه دي الزياده فيها جزء كبير من النفايات بيندرج تحت البلاستيك القفازات. بما انه الواقع العربي لربما يعني ينقصه الخبره في هذا المجال، سواء كان لضعف البنيه التحتيه او عدم وجود المعدات اللازمه، يعني ما المطلوب لتغيير واقع ازمه النفايات بالتحديد بين التزامات الحكومه ووعي المواطن؟ يعني سعادتك لخصتي الموضوع ده، فعلا هو مطلوب زيادة وعي المواطن، لأن الموضوع أولا وأخيرا بيبدأ من وعي المواطن. خلينا نتفق أن النفايات الطبية تحديدا لازم ليها أسلوب خاص جدا في إدارتها، وأنا بقول إدارتها ومش التخلص منها، لأن هي بتبدأ من الفرز إلى التخزين إلى النقل ثم التعامل معها سواء بالحرق أو التدوير أو خلافه. النفايات الطبية يجب فرزها جيدا، علشان النهاردة مع الكورونا أصبح كتير جدا من النفايات المنزلية والعادية مختلطة بقفازات وماسكات وخلافه، ودي كلها ممكن تكون معدية. فهو لازم تضافر ما بين الجهود، لازم منظمات المجتمع المدني تشتغل. في أمثلة جيدة جدا جدا من المنطقة العربية في دول مختلفة، في يعني وأمثلة مشرفة يعني لا يسعنا الوقت ان احنا نبرزها كلها، ومن اشخاص في منتهى البساطة وشباب وبإمكانيات مادية بسيطة. طبعا مع يلزم وجود تشريع، فده دور الحكومة، يلزم برضو مطلوب الحقيقة إمكانيات اقتصادية وإمكانيات علمية، لان ده تكنولوجيا. العديد من المطالب لكن انتهى وقتنا دكتور محمد، اعذرني. شكرا لوجودك معنا دكتور محمد سلامة، استاذ مشروعات البيئة المستدامة، شكرا جزيلا لك. من جديد في ساعتنا الثانية التي سنبدأها بالسودان والأزمة الاقتصادية التي أدت لانهيار العملة المحلية. فخلال الشهرين الماضيين خسر الجنيه السوداني أكثر من 80% من قيمته أمام الدولار، ليفوق سعر الدولار الواحد 400 جنيه في السوق السوداء خلال الفترة الأخيرة. يعني بناء على هذه الأرقام أعلن البنك السوداني توحيد وأيضا تحرير سعر صرف الجنيه على أمل إيقاف المزيد من الانفلات في أسعار الصرف، وأيضا حدد
حدد البنك المركزي السعر الموحد ب 375 جنيه مقارنة مع 55 جنيه السعر الرسمي، أي بزيادة 700%. وزير المالية جبريل إبراهيم أكد أن الحكومة ستعمل على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من القرارات الجديدة في تحسين وضع العملة المحلية، لكن ما جدوى هذه الإجراءات؟ هل بالفعل يستطيع الشارع السوداني تحمل تبعاتها على المدى القريب، سيما أن التجربة المصرية في هذا الشأن كانت منهكة للاقتصاد في أشهرها الأولى؟ التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه السودان دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة، أهمها تعويم الجنيه بهدف توحيد سعر الصرف وإنهاء المضاربات في السوق الموازية. بالتأكيد ممكن تكون قرارات صعبة وتكون جراحات حقيقية، لكن هي دي الجراحات اللي بتعالج المرض. لو ما الناس عملوا على استئصال الأمراض في النهاية تربية المرض بيؤدي إلى بيوصل الناس إلى مرحلة يعجزوا عن علاج المرض، ولذلك نحن اتخذنا قرار بمعالجة سعر الصرف، بتوحيد سعر الصرف وإدارته بصورة مرنة. بخطوة تحرير سعر صرف الجنيه يتجاوز السودان مرحلة مهمة من مراحل الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق استئناف علاقته مع صناديق التمويل الدولية وفتح منافذ للتعاون مع البنوك وشركات الاستثمار وغيرها. كل ذلك وغيره من الفوائد المتوقعة يحتاج إلى سياسات لتخفيف وطأة الآثار السلبية على الفقراء. هنشغل كل التعاونيات عشان نوفر السلع التموينية للمواطن، وإن شاء الله هتكون بأسعار معقولة. وكذلك من السياسات اللي هنتبعها ونتخذها إن شاء الله لنشجع الصادر، طبعا أكيد بالتنسيق مع بنك السودان ومع كل الجهات. نحو 80% من عامة الشعب السوداني مستهدفون ببرنامج الدعم المباشر الذي حددته الحكومة بمبلغ 500 جنيه للفرد، أي ما يعادل دولارا ونصف شهريا، مبلغ يبدو ضئيلا جدا بالمقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء أسعار السلع الاستهلاكية. ويخشى خبراء من تفاقم وضع هؤلاء بسبب سياسة تعويم الجنيه ما لم تصاحبها تدابير أخرى. وتنتظر الحكومة زيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد الدولي مطلع الشهر المقبل لتقييم الوضع في السودان. الحكومة السودانية تقول إن تعويم سعر صرف الجنيه سيمهد الطريق لتخفيف الديون وتدفق المساعدات الدولية، لكن خبراء يتخوفون من مصير تجارب مماثلة أخفقت في السيطرة على سعر الصرف والمضاربة بالعملات بسبب عدم توفر احتياط كاف من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم. ينضم إلينا من أبو ظبي الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ عمرو عبدو، مرحبا بك معنا. يعني كما استمعنا للتقرير التالي الذي تحدث عن التعويم، يعني ماذا يعني التعويم وبين التخوف من تجارب لدول سابقة وبين يعني الإشارة إلى أنه ممكن يعمل على إيقاف المزيد من الخسائر، أيهما الأقرب إلى أرض الواقع؟ التعويم هو بكل بساطة هو جعل سعر الصرف يعني عرضة إلى العرض والطلب فقط، ولا يعني ولا يتم الدفاع عن مستوى معين مثلا من الحكومة بشكل رسمي. يعني هناك تجارب كثيرة جدا مماثلة، هذه التجربة هي مهمة جدا في بعض الأحيان، وبعض الأحيان هي تعتبر هي العلاج المر لمرض اقتصادي لا يمكن يعني لا يمكن التعافي منه في ظل سعر الصرف ثابت، خاصة مثلا في بلد فقير زي السودان. الحكومة السودانية والبنك المركزي ليس لديه الموارد من العملة الأجنبية للدفاع عن مستوى للجنيه السوداني، هو أصلا يعني غير موجود في أرض الواقع. فهناك طبعا أكيد مخاطر كما تفضلتي، هذه المخاطر اوريدي حاصلة في السودان، اللي هي منها مثلا التضخم الكبير، هو حاصل لأنه أصلا كل الموردين يسعرون بسعر العملة في السوق
الموازي ولا يسعرونه بالسعر الرسمي. فبالتالي يعني معظم هذه المخاطر اصلا هي موجوده على ارض الواقع، وكل المعاناه المتوقعه هي اوريدي حاصله بالنسبه للمواطن السوداني. استاذ عمرو، يعني احنا ما عم نتحدث عن خساره 20 او 30 او 40%، عم نتحدث عن 80% من قيمه العمله. ليش هذا التاخر حسب رايك من قبل السلطات السودانيه؟ أنا أعتقد أنه التأخر، وحقيقة هذه الخطوة كانت مطلوبة وكانت متوقعة وكان مفروض أنها تحصل من فترة على الأقل، وكانت متوقعة حتى من شركاء السودان في من منظمات تمويلية عالمية مثلا زي البنك الدولي، وأيضا من دول التي كانت اللي هي يعني متأهبة ومستعدة لمساعدة السودان في هذه الفترة. ولكن التأخير حصل في رأيي لسببين. السبب الأول هو أنه الظروف في السودان، فجأة التضخم كان زاد بشكل كبير جدا في خلال الست أشهر الماضية، والتقبل السياسي لمثل هذه الخطوة لم يكن موجود. ولكن أفتكر أنه مع جاءت كابينة جديدة، جاءت حكومة جديدة من حوالي أسبوعين أو كده، وهذه الحكومة الآن يعني أتت ولديها نوع من الـ يعني الزخم السياسي والذي يعطيها القبول والسند لاتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة. المواطن العادي كيف من الممكن انه يأثر هذا الموضوع؟ هل يعني راح يتشكل او يترجم بغلاء للأسعار او بطريقة معينة؟ نعم، يعني أنا كما ذكرت إنه أصلاً الغلاء هو يعني حقيقة حاصل بشكل فعلاً مؤلم جداً، والسبب إنه معظم الواردات، أول حاجة هناك في فجوة في الميزان التجاري. عشان نبدأ بالموضوع، يعني فجوة في الميزان التجاري تقدر بحوالي 5 مليار، يعني السودان بيستورد أكثر مما بيصدر ب5 مليار دولار. فبالتالي أصلاً الضغط على يعني الطلب على الدولار كبير جداً، يساوي ضعف الصادرات. فدائما المواطن السوداني سوف يكون عايش في حالة من التضخم وارتفاع الأسعار بشكل دائم. ولكن هذه الخطوة سوف تسمح للسودان أن يعيد التوازن لهذا الميزان التجاري، بأنه الحكومة الآن سوف تستطيع أخيرا تتحكم في نوعية الواردات. يعني سنرى أستاذ عمرو إذا كان الشارع أو الاقتصاد السوداني قادران على تحمل هذا الضغط. لكن نشكر وجودك الآن من أبوظبي الخبير المالي والاقتصادي عمرو عبد، شكرا جزيلا لك. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إلى اللقاء. لا تنسوا أن تراسلونا بأرائكم على مواقع البرنامج.